هذه الآثار سواء التي تضررت سواء في الجبال اللي كانت هذا أو حتى في بعض ما تضرر من بعض المساجد القديمة في مراكش وكذا، هذه يحتاج لها إلى ترميم، وأيضا اليونسكو الأمم المتحدة لها دخل في هذا الموضوع لأن بعضها تراث إنساني. نعم الكفاءة المغربية أثبتت أنها قادرة طبعا إذا دعمت داخلين وخارجين، أحكي حتى عن اليونسكو، فهي قادرة وأثبتت جدارتها في كثير من المعالم الأثرية في نقاط كثيرة من المغرب أنها قادرة على الترميم والإصلاح والترتيب وكذا إلى آخره. فأنا متفائل من هذه الناحية، متفائل الصانع المغربي والفنان المغربي وحتى عالم الآثار المغربي، أنا عندي ثقة في هذه الكفاءة، ولأنني أتجول في نقاط أثرية كثيرة في المغرب وأقارنها بما بنقاط أثرية في خارج البلد، فأرى أن الأمور جيدة ولازم نتفائل. الأهم في هذا الموضوع هو العناية والاهتمام فقط. المغرب عنده الخبرة وعنده القدرات باش يقوم بهذا العمل ديال الإصلاح ديال المآثر، بدون شك هناك غادي تكون حاجيات كبيرة باش يمكن الإصلاحات تكون في المستوى. الحمد لله بلادنا هي متفتحة، عندها علاقات دولية، عندها يعني إمكانية باش تستعين بالخبرات الدولية كذلك، باش يمكن يكون لأن الحفاظ على هذا كل المآثر هي شيء مهم جدا. المغرب الحمد لله عنده خبراء، عنده مختصين، عنده ناس لا كفاءة في علم ديال الآثار، عنده مجموعة ديال المراصد ديال اللي كتحافظ على هاد المآثر التاريخية، وكنعتقد على أن العلماء ديالنا هما أولى، هما اللي عندهم المعرفة بالتاريخ ديال البنايات والتاريخ ديال الآثار والتاريخ ديال البنايات القديمة والمآثر القديمة، هما اللي عندهم واحد الدراية بها باعتبار الرتب على أنهم مغاربة وعندهم تاريخ مرتبط بهم، وهما اللي يقدروا يردوا ديك يتفادوا هاد الأضرار وهاد الانعكاسات اللي جات جراء الزلزال اللي ضرب مدينة منطقة ديال الحوز وخاصة مآثر ديال مدينة مراكش.